اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وزي ما هلا كنا عم نسمع اغنيه عن حب الوطن، يمكن حب الوطن بيتجسد من خلال الانجازات، واليوم رح نحكي عن كثير من انجازات الابطال الموجودين معنا، والان رح نحكي على مشاركه بماراثون رم الدولي. بشرفنا يكون معنا الان من جهاز الامن العام مدرب الفريق الكابتن هايلر رواح. اهلا وسهلا بحضرتك، والحاصل على المركز الاول بسباق ال 84 كيلو العداء محمد النواصر. اهلا وسهلا فيكم ومبارك. اهلا وسهلا فيكم، وكالعاده دائما موجودين بالبرنامج بالانجازات الكثيره والكبيره. كابتن نبدأ مع حضرتك ونتحدث أكثر عن هذا السباق الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نتزوج الفرصة السعيدة هذه من خلالكم، نصبي على عجلة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، والجميع أخواننا الزملاء في مديرية الأمن العام. بالنسبة للماراثون رم الدولي، احنا شاركنا فيه 7 عدائين من كلا الجنسين، في عندنا عداءات بنات ثنتين صبرية المرادات ونهدى البوات، ايضا 4 لاعبين شاركوا محمد في 84 كيلو، الحمد لله حصل على المركز الاول بزمن 7 ساعات و51 دقيقه. حلو. وفي سباق ال21 كيلو ايضا شاركنا بلاعبين، حصلنا على المركز الاول عن طريق اللاعب رافت زبون واللاعب محمد سلامه. سباق ال21 كيلو سيدات شاركنا بلاعبتين ايضا، حصلنا على المركز الاول في ال21 كيلو عن طريق اللاعبه صبريه المرادات، والمركز الثاني عن طريق اللاعبه ناهد البوات. وسباق العشرة كيلومتر أيضا شاركنا بلاعبين، حصلنا على المركز الأول في السباق عن طريق اللاعب عبد الحافظ العوايدة، وفي المركز الثاني عن طريق اللاعب مهدي. ما شاء الله سيطرة، الحمد لله هنا الأوائل كلها عندهم. الحمد لله ما شاء الله، ألف مبارك يا رب. الله يبارك فيك كابتن محمد، ألف مبارك إنجازك، وخبرنا عن أول شيء شعورك بهذا الإنجاز وكيف كان التحضير له. طبعا الشعور لا يوصف كأي بطولة، الحمد لله رب العالمين، ودائما إن شاء الله على منصات التتويج يا رب بفضل الكابتن وتدريباته. طبعا الحمد لله كان التمرين له لمدة 3 شهور بدون انقطاع عن التمرين نهائيا، والحمد لله قدرنا ننجز. ألف الحمد لله ومبارك يا رب. ممتاز ممتاز. يعني وكابتن حضرتك بما أنه لاعبنا تحدث عنك، فأنت كمان رقم صعب كنت بالسباقات صحيح؟ نعم صحيح، أنا ماراثون رم الدولي والماراثونات المحلية عمان والبحر الميت كنت عداء سابق انا فيهن، يعني 23 عام وانا لاعب في الماراثونات وبسيطره برضه. ونعم ماراثون رم الدولي شاركت في النسخه الاعلى اللي هي 100 كيلو، حصلت على المركز الاول في 8 ساعات ونص كانت. ما شاء الله. لذلك هم كمان كرمونا انا كمدرب مميز ولاعب قديم بوسام من سلطه العقبه الاقتصاديه، مدير سلطه العقبه الاقتصاديه وسفير النوايا الحسنه ومنظمين البطوله. توجهنا يعني الله يجزيهم الخير، تستاهل ما شاء الله عنك. كابتن اذا بدنا نحكي على تدريب الشباب خلال الفتره الماضيه، تفضل الكابتن انه كان 3 أشهر متواصل، خبرنا اكثر كيف كانت الاجواء بالتدريب والتحضير. نعم صحيح، يعني لاعب المسافات الطويله اللي بده يركض 42 كيلو ماراثون او الترا فما فوق 42 نعم. كيلو هو لاعب بده يحتاج الى تمارين قويه جدا، يعني ما يقطع باليوم ما يقارب ال 20 كيلو، يعني لما بدي اجهزه 4 شهور اللاعب يعني في الاسبوع لازم يقطع 150 كيلو، يعني محصله 400 كيلو في الشهر، بالاربع شهور بده تقريبا 1000 وشي كيلو حتى انه يقدر يوم السباق زي هيك. طبعا بدها تغذيه وبدها جهد وبدها راحه ساعات نوم وكذا، حتى اللاعب يوم السباق انه يقدر ينجز ويوقف على منصه التتويج صعبه، الامور صعبه، خاصه ماراثون رم الدولي من اصعب السباقات يعني في العالم، لانه اللاعب بيركض على الرمل وبيحتاج الى جهد اكبر. صحيح صحيح، والمجهود اكثر نعم. والوقت كمان بيكون اكثر لانه أكيد. على الرمل. لكن لاعبنا ايضا نحكي انه البروتوكولات الصحيه اللي صارت بالفترات السابقه، وبما انه عم نحكي عن 4 شهور تحضير، ما اثرت عليكم كعدائين ولا لا؟ لا اكيد ما اثرت علينا، والحمد لله انه يعني كنا ماخذين احتياطاتنا بالامور الصحيه كامله، يعني قادر تنزل وتركض خلص. نعم صحيح، ما شاء الله عليك. يعني يمكن هذا الانجاز اللي هلا انت حققته بحاجه انه نضوي على فكره انه كيف تعبت وايش وصلت، حتى الناس تعرف انه هو مش مجهود يوم واحد زي ما تفضل الكابتن. طبعا اكيد مش مجهود يوم واحد، طبعا مجهود اكثر من 3 شهور، هو يعني متواصل على مدار السنه بالتدريب وبرنامج تدريبي من قبل المدرب، وملتزمين فيه والحمد لله، والحمد لله ان شاء الله انه دائما نكون على منصات التتويج ومستمرين. مستمرين ان شاء الله، ودائما انك تكون بالفورمه هو الاساس. هالتكريم هذا قديش مهم بالنسبه للعدائين، سواء اصبحت مدرب
بدك تشارك بشيء معين قادم ولا لا؟ والله ممكن اعتزلت المشاركة. لا ممكن نرجع، ممكن يعني. ممكن ترجع، لكن قد ايه مهم هذا التكريم المعنوي لكل رياضي في الأردن؟ أكيد ستي، التكريم الرياضي يعني زي اللاعب محمد فايز لما بده يقطع 84 كيلو هو يعني محصلة تعبان كثير هو كذا، فاللي يشيل التعب عنه والجهد هو وقفته على منصة التتويج وانه يتوج ويرفع علم الاردن عاليا، هاي يعني هي فرحته الكبيره يعني لاي عداء. طبعا كابتن محمد، اذا احنا بنحكي هلا انه ماراثون رم الدولي تحديدا في له ميزه خاصه انه على الرمل وفي تحديات اكثر، خبرنا عن الاجواء اللي انتم عشتوها كمتسابقين قاعدين عم بتعيشوا هاي التجربه. طبعا الاجواء انت بتضاعف جهدك بجهدين عن فرق عن طريق شو اسمه السباق على الطريق. نعم بتضاعف جهدك على الرمل. طبعا الرمل بيمتص عندك القوة أكثر، فبدك قوة وبدك تمرين وبدك كثافة بالتمرين، والحمد لله يعني كله بفضل المدرب وجودكم طبعا. وأيضا المشاركة مع الخبرات في السباق والدول الأخرى، عدائين أردنيين وغير أردنيين، كمان مهم لصقل أكيد القدرة والتحمل والقوة أكثر للاعبينا. نعم ستي، هو ماراثون الرم الدولي يعني من السباقات اللي يجيك عدائين فيه مختصين. صحيح، يعني ما بيجيك عداء بركض على الطريق، بيجيك تدريباتهم بصحراء المغرب، تدريباتهم نعم بالصحراء. البحرين، في السعودية. صحيح. تمرينه هو أصلا اللاعب هذا، والامكانيات عنده يعني خلينا نقول في عنده امكانيات عاليه جدا، ولكن الحمد لله احنا المديريه العامه، مديريه الامن العام يعني الصحيح لهم الدور الاول والكبير بتفريغ اللاعبين ودعمهم ماديا ومعنويا. احنا يعني لولا دعمهم وكذا، انا كمدرب بعطي اللاعب اللي عندي خبرتي بالتدريب وكذا، لكن في الجانب الاخر اللي هي تقوم به مديريه الامن العام ممثله بعطوفه اللوار وحسين باشا الحواتمه، الصحيح هي الداعم لنا طبعا للاعبين وتفريغهم ودعمهم ماديا ومعنويا. يعني لولا الوجود الحكي هذا احنا الصحيح تعرف اللاعب من فراغ ما بيجي من فراغ، بده دعم بده كذا، ولكن مديريه الامن العام مش مقصره نهائيا بالله. ما شاء الله 100%. كابتن محمد، لمين بتحب تهدي هذا الانجاز؟ طبعا اهدي الانجاز اولا لسيدي جلاله الملك عبد الله الثاني بن المعظم، وبنفس الشيء لمديريه الامن العام ممثل بعطوفه اللواء الركن حسين الحواتمي على دعمهم دائما للرياضه والرياضيين، واكيد المدرب وعائلته. جميل جميل جدا صراحه. حضرتك كابتن، انا والله بهدي الفوز دائما وابدا الى الرياض الاول جلاله سيدنا الملك عبد الله الثامن حسين المعظم حفظ الله ورعاه، واحنا يعني رفع علم الاردن على منصه التتويج يعني قديش فرحنا وقديش بيشيل عنا الهم والتعب اللي احنا خضناه. لاعب لما بركض 100 كيلو 84 كيلو اكيد هو بالسبع ثمان ساعات هذولا يعني بيفكر كثير بالطريق وشو بدي اعمل وشو المسؤولين اللي ورايا وشو بدي انجز، واللاعبين بينافسوا بي من دول اخرى، فهي معاناه نفسيه على اللاعب اكثر من جسديه. فاحنا دائما نهدي انجازاتنا الى سيدنا جلاله الملك عبد الله الثاني الله يحفظه ويطول عمره. آمين. وللمديريه العامه الامن العام اللي هي مديريه الامن العام الممثله بعطوفه اللواء الركن حسين باشا الحواتمه، ولجميع اخواننا في جهاز الامن العام. يعني احنا بنشكركم طبعا، دائما منصات التتويج مشعلة ومنورة بوجودكم بالمراكز الأولى، ودائما رقم صعب أكيد أجهزتنا الأمنية الرياضية وأيضا عدائنا. شكرا لكم دائما على هاي الإنجازات وبتشرفونا بكل شكرا وقت. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. رايحين وراجعين مشاهدينا، خليكم معنا.